تتواصل معارك الكري والفر بين الثوار من جهة وقوات النظام المدعومة بعناصر من الميليشيات الأجنبية ودعم جوي روسي من جهة أخرى على جبهة كنسبة والمناطق المحيطة بها بريف اللاذقية. وتضاربت أنباء السيطرة على بلدة كنسبة، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن الثوار استعادوا السيطرة عليها، في حين قالت مصادر إعلامية موالية للنظام أن الأخير لا زال يسيطر على البلدة بعد هجوم موسع شنه مساء أمس. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي محمد أبو ياسر. مرحبا بك محمد، لو تضعنا في آخر تطورات المعارك في ريف اللاذقية، ومن الذي يسيطر على بلدة كنسبة حاليا؟ السلام عليكم. بعد هجوم شنته ميليشيا النظام بالأمس على مواقع عدة للثوار، وسيطروا من خلالها على قلعة شلف وأيضا على بلدة كنسبة الاستراتيجية، اليوم صباحا ومنذ الفجر وبعملية مباغتة وتحت وطأة الضباب، تمكن الثوار من استعادة كل المناطق التي خسروها يوم أمس، وخاصة بلدة كنسبة، حتى منطقة شرقبوع التي تم السيطرة بالأمس عليها من قبل ميليشيا النظام. كل هذه المناطق استعادها الثوار اليوم، هي 6 مناطق، بدأت من قلعة شلف باتجاه كنسبة، أيضا الحمراء، شرقبوع، ورويس الكنيسة. هذه المناطق جميعها استرجعها الثوار اليوم، ولا زالت بعض الاشتباكات مستمرة في استهدافات ميليشيا النظام. الآن منذ قليل تم تدمير سيارة أنتر ميليشيا النظام، كانت تنقل جنود تفر بهم من منطقة وادي باصو باتجاه منطقة بلي، تم تدميرها بواسطة صاروخ حراري. طيب، هل هناك أي معلومات عن خسائر للطرفين خلال المعارك؟ نعم، ميليشيا النظام اعتمدت بشكل كثيف على غارات الطيران الحربي، وأيضا غارات الطيران الحربي الروسي الذي شارك بشكل كثيف في هذه المعركة، والقصف العنيف بشكل يعتمد على سياسة المحروقة. هناك بعض الجرحى والشهداء لدى الثوار، ولكن هناك عدد كبير من قتل ميليشيات النظام اليوم بعد العملية المباغتة، وخاصة أن الثوار تسللوا تحت وطأة الضباب ليصلوا على تماس مباشر مع ميليشيا النظام في مناطق كنسبة وقلعة شلف، ويقتلوا عدد كبير من ميليشيا النظام في الخنادق التي تمترسوا بها منذ الأمس إلى اليوم. طيب، ما الذي يعنيه سيطرة أي من الطرفين على بلدة كنسبة، وما هي التحركات القادمة للثوار في حال رجحت الكفة لصالحهم؟ نعم، بلدة كنسبة تعتبر هي معلم من معالم مدينة اللاذقية، ولكن السيطرة الأهم هي السيطرة على قلعة شلف. قلعة شلف التي تعد المرتفع الأعلى، وهو الذي يتوسط ريف اللاذقية، وهو الذي بإمكان الثوار بما أنهم سيطروا عليه الآن، هو أصبحت تلمى في مرمى نيرانهم، وأيضا أصبحت العديد من القرى في مرمى نيرانهم. هي منطقة ترتفع جميع المناطق التي تحيط بها، أصبحت الآن الثوار بإمكانهم استهداف هذه المناطق. أيضا أصبحت اللاذقية في مرمى النيران، وخاصة أن مدى صواريخ الجراد، لولا السيطرة على هذه المناطق التي حرروها الثوار اليوم، النظام لن يتمكن الثوار من قصف مواقع النظام في مدينة اللاذقية. الآن بإمكانهم قصف هذه المناطق، أصبحت مناطق مجد الكيخية، طعومة، وأيضا سلمة باتجاه قمة النبي يونس، جميعها مكشوفة الآن على الثوار. نعم، شكرا جزيلا لك محمد أبو ياسر الناشط الإعلامي، كنت معنا من ريف اللاذقية.